أيضا قيل عن أن نتنياهو استجاب لمعظم المطالب الأمريكية التي طلبت منه، بما فيها إطلاق سراح فلسطينيين من فتح وتسليم السلطة المسؤولية الأمنية في بعض مناطق الضفة. هل هذا الكلام دقيق؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ممكن. المهم الآن القدس، هم يحاولوا الآن إلهائنا بأي شيء حتى نخرج من نطاق الاتفاقية إلى نقطة الصفر والبداية في مفاوضات. وهلا لو قلنا بدهم يعطونا أو ما يعطوناش، نحن لا نرى فلسطين دون القدس. نعم. ونحن لن نصرف 18 سنة جديدة على أوهام. بالتالي يعني سبقوا لزيارة ميتشل، رغم أنه السيدة هيلاري اتصلت بالرئيس أبو مازن وديفيد هيل زاروا، والكل بيأكد أنه الرئيس أوباما همه الأساسي أن يجد حلا في الشرق الأوسط ودولة فلسطينية. هذا الكلام كله لا يمكن أن يصمد، لأنه القوى الصقور في الولايات المتحدة رجعت، يعني ما استطاع باراك أوباما أن يتجاوزهم، وفي الإباك موجود في الولايات المتحدة، وفي ليبرمان بصرح بقول على أمريكا إنها لا تصدر أوامر لنا، نحن لسنا ولاية من ولاياتها. وهدول المتطرفين يعني بعجرفة بتعاملوا حتى مع الولايات المتحدة لرصيدهم هناك، حتى استفزوا مارتن إنديك أن يقول لهم كفى. نعم. وبالتالي أنا أستبعد أن ينجح أي وسيط في هذه الحقبة في ظل التطرف الثلاثي اللي هو نتنياهو ليبرمان باراك، إلا إذا الأمريكان بدهم يسووا انقلاب على إسرائيل حرين. ولكن هذا غير مقنع الآن، إنه يعطيني شيء مثلا أرض ويهود القدس. طيب. لا نرى يعني فلسطين. يعني وصلنا لخلاصة الجولة قبل أن تنتهي، يعني كلها نحن بانتظار ما ستسفر عنه اللقاءات بين ميتشل وبين هو يوم الأحد إذا سمحت لفؤاد. تفضل. هو يوم الأحد برجع على هناك. الليلة عنا يوم الأحد بده يكون في إسرائيل، يعني سيختم الجولة هناك المحتلة، يعني 48. طيب على كل حال، إذا يعني بتظهر يوم الأحد النتيجة. إذا وصلت لك معلومات الآن خلال الحلقة تتعلق بمضمون ما قد يكون قد حصل من لقاءات مع قيادة السلطة، يعني يمكنك أيضا أن تضعنا في أجوائها أستاذ عباس. اسمح لي أعود إلى الأستاذ كريم. أستاذ كريم، موضوع السلطة المؤقتة والدولة المؤقتة يعني ركزت عليها الصحافة الإسرائيلية، ويبدو أنه هذا هو المشروع الذي يحمله الآن نتنياهو ليطرحه على ميتشل، وربما يكون هو أيضا مشروع ميتشل. قيل أنه هو من ضمن المرحلة الثانية من خارطة الطريق لعام 2030، يعني تتضمن مثل هذا المن. ثم مسألة السفير الأمريكي أندك، طبعا هو كان يعني سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب، عندما يقول على حكومة نتنياهو أن تختار بين أن تكون مع أوباما أو مع حكومة من يسميه المتطرفين، كل حكومة متطرفون، ماذا يعني هذا الجو؟ لا ملهات. شوف هلا دائلنا عم نحكي صرنا 20 دقيقة ندور في نقطة واحدة، ندور نقطة واحدة ونسينا مواقف كنا اخدينا من هذه السنة مثل هلا. نعم. على مستوى قمم عربية وعلى مستوى قيادات فلسطينية وعربية، شو كنا عم نطالب نحن؟ حق العودة والقدس. اليوم منتبه شو عم نحكي، انه اصحكم تهودوا القدس وبدنا نشوف كيف بدنا نركب حق العودة نسيني. صرنا هلا عم نشوف كيف بدنا نهجر، يعني في مشروع حقيقي، وانا طبعا ما عندي ادلة اذا بتسألني عليها، بس عندي شعور مش بس لتهويد القدس والامساك بالضفة بدهم يهجروا. نحن هلا ما في حق، مش بس ما في حق، قرار الطرد الاخير، في تهجير لبعض او معظم الفلسطينيين الموجودين داخل اسرائيل حاليا، اللي هن اسرائيليين يعني يحملون جنسيه 40 يعني يحملون جنسيه الاسرائيليه، وطبعا في طرد ابعاد للفلسطينيين حتى من 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 الضفه، والاستيطان اللي ركبوه بالضفه عم بيجعل انه الضفه صارت خارج مفاوضات الحل. لسبب انا اعتقادي انه عم بيلهونا بنص قدس ربع قدس شويه ارض شويه مسائل، حتى هن يمسكوا مضبوط ويحطونا قدام امر واقع جديد، والعرب عندئذ رح يبلشوا يفاوضوا من الامر الواقع. يعني شو رده الفعل؟ يجب التمسك بالقدس. نعم.
وتذكير بحق العودة. جيد. وأنا برأيي هذا الموقف لازم يكون. أستاذ عباس، انطلاقا مما ذكره الآن الأستاذ كريم فيما يتعلق تحديدا بحق العودة، تحدثنا عن القدس لكن يبدو أن حق العودة أمر غير مطروح الآن، لا من قبل ميتشل، لا من قبل طبعا الأمريكيين وتلميحات المسؤولين لديهم، ولا بالطبع من قبل الإسرائيليين. لكن ما ذكر أن رئيس السلطة تسلم رسالة من أوباما يؤكد فيها التزام إدارته بالعملية السلمية وحل الدولتين. هل مضمون الرسالة كاف ليطمئن الجانب الفلسطيني؟ ما عندنا رسالة ضمانات من كريستوفر، وعندنا رسالة من بوش، وعندنا رسالة من بوش الأب كمان، ولكن هذه كل الرسائل عدم المساس بالقدس. نعم. وعدم خلق وقائع جديدة، ولكن الآن اللي بيشوف القدس يذهل. وقبل أيام يعني في 15/4 بدأ سريان تنفيذ قرار 1650 الطرد الجماعي، قانون المتسللين. نعم، ما يسمونه يعني المتسللين، بيعتبرونه متسللين. نعم. والأمس كان أحد الأسرى أحمد الصباح 9 سنوات قضاها في السجن، وهو من طول كرم في الضفة الغربية، رحلوا لغزة. وبدأوا الآن بمسكوا أي ناس. نعم. يعني الحاكم العسكري بدأ يتصرف. جيد. والعسكريين في المناطق لترحيلنا. ناقشنا هذا الموضوع. على كل حال سنعود إليه في سياق الحلقة، لكن بعد توقف عند فاصل قصير. سأعود إليك أستاذ عباس بعد فاصل قصير. ميتشل مجددا في المنطقة، نتنياهو يتمسك بسياسة الاستيطان، عنوان هذه الحلقة من مع الحدث. أذكر بضيفي الحلقة في الاستوديو: كريم فقردوني الوزير اللبناني السابق، من رام الله السفير عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات العربية. طيب أستاذ كريم، أعود إليك. يعني قبل الفاصل طرحنا سؤالا على الأستاذ عباس يتعلق بتسلم قيادة السلطة رسالة مباشرة، ربما كان هناك أكثر من اتصال لكن هذه الرسالة سلمت له من قبل مفدين يؤكد فيها التزام إدارته بالعملية السلمية وحل الدولتين. يعني هل نتحدث عن ضمانة هنا، أم كما قال ربما السفير زكي، يعني تسلمنا ضمانات كثيرة لكن لم تترجم؟ أنا بدي خبرة، كان السفير الأمريكي بلبنان طيلة الحرب ما قبل الحائدة يوصل أول شيء يقول نحن نضمن سيادة لبنان واستقلاله وحرياته. هذا سلوغان. مرة راح عند الرئيس سركيس قال له بلش مباي، قال له عمالك وقفه، جاب له هيك، جاب له هونيك سلي، قال له ليك هاو كلهم بياناتكم عن السيادة والاستقلال، وهذا احكيني كلام. أنا برأيي صارت قصة الدولتين هو شعار عم يستخدموه ليضلوا على علاقة وعلى تواصل. بس المشروع أوباما سقط. هل بيقدر أوباما يرجع يعومه ما بعد انتخابه مرة تانية؟ يعني عندنا سنتين على الأقل، أنا بقدر أكيد سنتين على الأقل، مش 4 أشهر اللي طالبين الفلسطينيين أو طالبين المنظمة. أنا برأيي على سنتين لح يستمر هذا المنوال. ميتشل ذكرني قاعد سنتين هلا، كل مرة لازم يطلعوا شيء يبرروا قعدته. طبعا ليس في 3 أيام يستطيع أن يفعل الرجل، يعني هو سيبقى 3 أيام. طيب يعني قيل أكثر من ذلك أن واشنطن تناشد أو ناشدت حكومة نتنياهو